لكم السيد الوزير، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية والصحافة الوطنية والحضور الكريم. أولا مرحبا بالجميع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكنشوف شي وجوه اللي مولفين كيشوفونا في هذه القاعة. مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية اللي ارتأت الوزارتان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكنبغي نشكر السيد الوزير باش التنظيم ديال هذا اللقاء لتمويل الرأي العام الوطني ولأولياء أمور طلبة كليات الطب والصيدلة وإلى طلبة كليات الطب والصيدلة حول الوضعية اللي تتعرفها كليات الطب والصيدلة والمستجدات وكذلك التدابير والإجراءات اللي تم اعتزموا اتخاذها. قبل ما نبدأ في هذه الندوة الصحفية بغينا نأكدوا أنا والزميل ديالي في الحكومة سي خالد الطالب على واحد النقطة أساسية، هي أننا قبل ما نكونوا وزراء احنا كذلك آباء وكذلك أساتذة، وكنتفهموا القلق الكبير اللي اليوم كيشعروا به الأولياء ديال الأمور طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب. احنا اليوم من باب المسؤولية بغينا نوصلوا للطلبة طالبات والطلبة والأولياء الأمور ديالهم أن الحكومة كانت دائما أبوابها مفتوحة للحوار بهدف نلقاو حلول جميعا وما نضيعوش السنة الجامعية بأي شكل من الأشكال. أولا بغيت نذكر بالمراحل اللي اجتازتها الوضعية اللي تتعرفها اليوم هذه الكليات ديال الطب والصيدلة منذ انطلاق مقاطعة الطلبة للدروس والتدريب في ديسمبر 2023. أولا تم عقد اجتماعات مع ممثلي الطلبة على مستوى الكليات من أجل تقديم كافة الإيضاحات للتساؤلات حول الإصلاح البيداغوجي والإجراءات المواكبة لهذا الإصلاح. ثانيا تم عقد 14 اجتماع على المستوى الوطني مع ممثلين طلبة كلية الطب والصيدلة العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024. 14 اجتماع، وملي كنقول اجتماع القليل في هذه الاجتماعات عنده 4-5 سوايع. وفي هذه الاجتماعات تيكون الحضور ديال الوزارتين، الكاتب العام ديال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، ومسؤولين بهذه الوزارة، وكذلك رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل اللي هو منسق ديال شبكة كلية الطب والصيدلة وكلية الطب الأسنان، وكذلك مدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهذه الوزارة، وكذلك عمداء ونواب عمداء لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذلك ممثلين من الأساتذة خلال اجتماع 15 فبراير 2024. تخصصت هذه الاجتماعات لدراسة الوضعية اللي كتعرفها الكليات الطب والصيدلة واقتراح مجموعة من الإجراءات لمعالجة الإشكالات المطروحة وكذا مختلف آليات المقررة لمواكبة النظام الجديد للتكوين. خلال هذه الاجتماعات قدم ممثلو الوزارتين ومنسق شبكة كلية الطب والصيدلة وكلية الطب الأسنان وعملاء الكليات إيضاحات مستفيضة حول التساؤلات اللي أثارها ممثلو الطلبة مع إبراز مستجدات الإصلاح البيداغوجي والأوراش المفتوحة. ومن بين هذه النقط تقديم مشاريع الإصلاح اللي تم إطلاقها في إطار تصور متكامل تم توافق بشأنه بعد إعداد عدة دراسات من طرف الخبراء والقيام بتحليل وتقييم للوضعية الراهنة للتأطير الطبي ببلادنا والوقوف على الإكراهات والإشكالات الجوهرية لتعترض طموح بلادنا في هذا المجال. مدى تقدم الأشغال بمشاريع الإصلاح البيداغوجي وإبراز الحيتيات التي مكنت من تحديد الإجراءات والتدابير المتخذة
وعمليات تشاور الإشراك التي قامت بها الوزارتين من أجل تحديد كيفية تفعيل هذه الإجراءات والتدابير وبرمجتها التدريجية على مراحل خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2022 و2027. الدواعي البيداغوجية المحضة التي أسست لاتخاذ قرار تقليص مدة الدراسة من 7 سنوات إلى 6 سنوات والتي تصب في الجهود المبذولة لتجويد التكوين الطبي، وذلك بعد إجراء دراسة وتقييم داخلي للتكوينات الطبية من طرف لجنة خبراء، والتي أفضت إلى مجموعة من التوصيات تخص أساساً الهندسة البيداغوجية ومحتوى هذه التكوينات وطرق التدريس. هذا الإجراء تم اتخاذه في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تجويد التكوينات الطبية، كيفما كيتماشى هذا الإجراء مع توصيات النموذج التنموي الجديد. ونريد أن نؤكد هنا للرأي العام والطلبة وأولياء أمورهم بكل مسؤولية إن اعتماد 6 سنوات كمدة للدراسات الطبية تحفظ القيمة المعنوية والعلمية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا، ولا تمس بتاتا بجودة التكوين. البرمجة المرتقبة لتوسيع أراضي التدريب الاستشفائية من خلال إدماج مستشفيات الإقليمية والمحلية والمراكز الصحية من خلال المجموعات الصحية الترابية GST مع الاستناد إلى معايير بيداغوجية تضمن جودة التكوين والتأطير من أجل اعتماد أراضي التدريب الاستشفائية والمشرفين عليها، وذلك من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية التي ستحدث بمرسوم. تعزيز التأطير الطبي للتدريب الاستشفائية بمساهمة طاقم طبي للمستشفيات الإقليمية والمحلية والمركزية والمراكز الصحية من خلال الإشراف على تدريب طلبة بتنسيق وثيق مع المؤطرين من بين الأساتذة الباحثين، وفي هذا الصدد إحداث مهمة مشرف على التدريب بموجب مرسوم. دور مراكز تدريب للمحاكاة والتطبيب عن بعد للتليميديسين لأول مرة كندخلوها شمولية في جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب. تقدم أشغال إعداد لإصلاح البيداغوجي للسلك الثالث دبلوم التخصص، والتغيير الذي سيطرأ على الوضعيات القانونية للمقيمين، إضافة إلى مجموعة مختلفة من الإيضاحات حول التنظيم البيداغوجي والتدريب الاستشفائية والموارد البشرية والتجهيزات التقنية التي تم توفيرها خلال سنتي 2022-2023 وتلك المبرمجة للفترة المتبقية 2024-2027 والمحددة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والجامعات. أخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المقدمة من طرف الطلبة وبعد وتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف بين مختلف الأطراف المعنية، تم تحرير وثيقة بشراكة مع ممثل الطلبة تحدد أهم الإجراءات التي تستجيب لمطالب الطلبة والتي أغلبها يندرج ضمن التدابير المبرمجة من طرف الحكومة في إطار مشاريع الإصلاح التي يتم تفعيلها تدريجيا وعلى مراحل. بعد التوافق على محتوى الوثيقة، طلب ممثلو الطلبة مهلة زمنية من أجل الرجوع إلى كافة الطلبة من أجل اتخاذ قرار رفع المقاطعة، إلا أن الطلبة لم يرفعوا المقاطعة ولم يطلبوا أيضا الرجوع إلى طاولة الحوار، بل لم يستجيبوا إلى عدة دعوات من طرف الوزارة لعقد لقاء في الفترة الممتدة ما بين 20 ديسمبر و 12 فبراير وهي فترة الامتحانات، مما يبين على نيتهم عدم الرجوع إلى الحوار ومقاطعة الامتحانات. وكما تعلمون، رغم بلاغ الوزارتين الذي تم نشره في 16 فبراير 2024 استمر الطلبة في مقاطعة الامتحانات. اليوم المغاربة كيشوفوا المشروع الإصلاحي للحكومة لتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وإصلاح منظومة التعليم العالي، واللي هو إصلاح كبير وكيطلب منا وقت للتنزيل. وكلنا مؤمنين بأنه عندنا مسؤولية جماعية باش نشحو هذا الإصلاح
لذلك في اليوم من غير المقبول أن الدولة تبقى مربعه يديها أمام هذا الهدر الزمني الجامعي واللي غادي يأثر بشكل سلبي على المشاريع الإصلاحية ديال الدولة وغادي يعطل الأجرقة ديالها. بعد استنفاد جميع الحلول الواقعية لإقناع الطلبة بضرورة مواصلة دراستهم وإخبارهم أن الهدف الأساسي للمشاريع الإصلاح البداغوجي هو توفير تكوين ذي جودة في ظروف ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية المتداولة في هذا المجال. وبما أن الحكومة برهنات في العديد من المحطات خلال جولات الحوار مع الطلبة على حصول النية ديالها وأعلنات على عدة مكتسبات لصالح الطلبة، فاليوم أصبح لابد أننا نزيد القدام وما نسمحوش بتعثر المشاريع الإصلاحية ديال قطاع الصحة اللي محتاجها بلادنا وجميع المواطنين. وعليه فاليوم الحكومة قررت ما يلي بخصوص الفصل الأول لهذه السنة، بأن امتحانات الفصل الأول التي تبرمجت مرتين على التوالي من طرف كل كلية على حدة، وأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية التي تم هدرها من السنة الجامعية ما يقارب شهرين، سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الأول الامتحانات الكتابية والتدريب الاستشفائية مباشرة بعد نهاية الامتحانات، وبهذا ينتهي الفصل الأول. وغادي يتم تنظيم الدورة الاستدراكية للفصل الأول في آخر السنة الجامعية. بخصوص الفصل الثاني، كنعلنوا بأن الدروس والتدريب الاستشفائية الخاصة بالفصل الثاني للسنة قد تبدأ مباشرة بعد نهاية الامتحانات المبرمجة للدورة الأولى، لآخر امتحانات غادي تكون ويتوجب على الطلبة المعنيين الالتحاق بميادين التدريب الاستشفائية مباشرة بعد نشر لوائح توزيع الطلبة على ميادين التدريب، وفي حالة تغيب 3 مرات يعتبر التدريب غير مستوفى. هذه الإجراءات جاءت لأنه بكل صراحة لمسنا بأنه الحوار وصل للباب المسدود مع الطلبة، واليوم نتحمل مسؤوليتنا السياسية أمام هذا الوضع، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقبل أن نتناقش بعض الأمور التي تدخل في إطار قرارات استراتيجية وسيادية ديال الدولة. وإن اليوم قرار الخفض من عدد السنوات الدراسة للحصول على دبلوم الطب العام من 7 إلى 6 سنوات هو قرار لا رجعة فيه، لأنه قرار في صالح الطالب والمنظومة والمريض وفي صالح ديال الوطن أولا وقبل كل شيء. بيتنأكد بكل أمانة لأولياء الأمور أن بناتكم وأبناءكم غادي ياخذوا دبلوم دكتوراه في الطب بحالهم بحال الأفواج اللي سبقوهم قبل الإصلاح، وهو دبلوم له كامل المصداقية ويحتفظ بالقيمة العلمية والمعنوية لهذه الشهادة سواء وطنيا أو دوليا، ولا يمس بتاتا بجودة التكوين. ورسالة أخرى للآباء، يكونوا مطمئنين أن الحكومة غادي تكون حريصة على السلامة الجسدية والنفسية للطلبة وحقهم في متابعة تكوينهم. الحكومة غادي تكون حازمة أمام أي تصرفات غير أخلاقية من تحريض على العنف أو التشهير أو ابتزاز أو تنمر، ولن تتسامح مع أي شخص يقوم بترهيب الطلبة ومنعهم من متابعة دراستهم بركة من ترهيب الطلبة وممارسة العنف والتحريض عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. إن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تسعى جاهدة إلى تكوين أطباء أكفاء متشبعين بأخلاق ومبادئ هذه المهنة النبيلة والإنسانية، وعليه ليس هناك مكان بالكليات المغربية لأشخاص يمارسون العنف المعنوي ويعاملون زملائهم معاملة قاسية ومهينة وحاطة من كرامتهم. وكونوا على يقين باللي الحكومة ما غاديش تسمح بأي حال من الأحوال باستمرار بعض ممارسات الغير مقبولة داخل الفضاء الجامعي. وهنا ضروري
باش نقولوا واحد الرساله، وهي ان من يريد التكوين بهذا البلد والذهاب للخارج هذا حقه الكامل، لكن ما يفرضش علينا الشروط ديالو. هذه شروط المغرب في التكوين الطبي، والكل يعرف الكفاءه ديال الاطباء ديالنا على المستوى، وما نكونوش يقبلوا في المنظومات الصحيه ديال هذه البلدان. طبيب والطبيبه المغربيه مطلوبه على الصعيد الدولي، ولكن اللي بغانا نضمو شي دبلوم في المغرب باش يمشي بيه على برا ما مقبولاش نهائيا. كنديروا الدبلومات وكنديروا التكوينات للمغاربه ماشي لشي دوله اخرى، ولا كان شي واحد بغى يمشي لشي دوله اخرى عنده الحق يمشي، ولكن ما يفرضش علينا شنو هي البيداغوج ديال الاختصاص. وشكرا، نعطي الكلمه للسيد الوزير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.